تفضل هذي خير اش خدام؟ خدمت واحد البنكة شي حاجة مزيانة ولا راك عارف الخو هذا مع خو قاري فهمتي؟ لا تدير واحد الدري صاحبي مشي ليا لا خليها عندي شكون هو صاحبي؟ واحد صاحبي قال لي خليها عندك تبدا شي كانت تساعدني في الباب ديالو عنده هو في الطوموبيل طلعت ودار عليا ثلاثة عنده ورا ديالو علاش عندي اللي انا ديالو؟ انا كنقول لك اصوفي هذا الشيء راه ما خدامش لك هذا الشيء راه فيه الحبس ورا ما فتحش لك كونت اخو ادري انا لا ما خدمتش انا قلت لك وصافي ما تخافش اخو ادري عارف اش كندير انا ولا عارف اش كدير في الراس كامل الله يعاون ديما شوف الناس اللي وصلوا من الله تعذبوا خدموا وتقاتلوا باش يوصلوا للحلم ديالهم في كل مره كتزيد خطوه كتزيد تقرب من الهدف ديالك حلات شي كاج سفيان كاسكار كيخرج في شي كاج ويدير خو الله لا عقل عليه باين هو حق الله دابا اخو دري واش طرق عليه اللعب هذا شو هو قال كيخرج شيك يدير شيك ديك النهار صدمني ديال الشيك هنا هي بزاف وحق الله يبقاش يدبر عليها الله يستر شاطر هلا هلا خويا مشو كاين شي هاوت اليوم واش معاه واش تاع مشو عند المكتب تاع شوف بيت الشيك هذا واخت خاجو سميتي ندبروا عليها شي خصك حلوه باش نهربوا من هاد البلاد هاد يلا نتبعوا نلقاو الشيكات ونعلقوا فهمتي اش بان لك كحلوه يلا شي حلوه حنا مكحلين لازم نكحلوا اليوم غير يا صاحبي نهار في البرد سفيان تبر تمام صافي شابين تمام صافي متابعين صافي هذيك كتجري في مع العداء انتوا مكحلين شي كاع يا خويا الله ولا هو تا كندوي معكم فلا هو واحد البلان ناضي كيفاش بلان ناضي دابا الضيف ضاعت عقد داك الشيطان طوموبيل شي طوموبيل اجي نحيدو منا اجي نحيدو منا باش ندوي معاكم اسمنت نزلو سخافت واحد اسمعوا كنقلب عليكم شوي تمام صافي قول لينا شوكي الضيف راه عنده واحد طوموبيل باغي يبيع المهم نتوما نسقوا عليه ولا تكلفوا ما سوقش غير الضيف دار لي ساكن ديك الدخيل عاد سكنت هما جداد ما عرفت لي واحد الطوموبيل كي باغي يبيع باغي يبيع المهم نتوما نسقوا عليه انا باي ديالي نعرفها عندكم بجوج تدوا بشويه شوف 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 انا بشويه المهم باي ديالي نعرف شوف شوف حنا نمشيو عندو الدربو فين كاين في الدرب كاين هو كتلقى ديك الخاوي اللي حلات عندو بجديد صافي سير حنا نلعبو مع اللعب فهمتي ما تنساونيش بالروج شوف صافي شي حنا شي ما درتش صافي كنتي ما فقهوا صافي سير اصاحبي الله يسهل باي عندك راه زوين هذا الطوموبيل مزيان باي ما عرفش هذا حنا مبيضيقين يلاه شي ندور هي هذه الطوموبيل انا الطرو في كيسكم ما يعطيو لي شي او دين النمران الطوموبيل مليح باقا نقي جيب لي انت من هذاك التسفين اور خو حمزه اور وقف خويا حتى الطوموبيل اللي بات بيها هبط هبط عندنا نشوفوها شي يا رسالة لا هو هذا غير نصبوا لي فهمتي هو الدرب ولكن نصبوا لي من عقله واش غنعمل تكون سكن انا السلام عليكم فين حمزه واش هو انا ليا حتى هو الدرب وبات فيه الطوموبيل وما عارفينش انا نشوفو انا راك عارف غير خدمه جديده فهمتي انا تير لنا كابو تير لنا كابو نشوفو كي داير مطابق مزيان ماضي يا اخو بقى الطوموبيل مليحه اصافي باش نغيزو معاك اليوم ونغيزو معاك الكافيه فهمتي باقي وقت دابا مليحه مليحه الطوموبيل الموتور باقي مزيان كتب لي الطوموبيل باقي زوينه مع اللي فيها تلا لا مليحه والله شي مليحه طالبه شحال ثلاثه يا اخو بزاف اخو هاك خلينا تما الاخر ما اخوش كتصحى اخر شي واحد ثلاثه والله ما نقص حاجه دابا بزاف والله اخويا من اخر تمان ليكم بتومه والله دابا شنو بان لك نعطيك جونس الله يا خويا سفيان اصاحبي شحال قال لك شحال يا صاحبي دابا حنا ولاد الدرب وعاد تشد معانا صاحبي هادشي هذا والله الا في الاول انا راه كنت حاط لي ربعه عطاوني 3 ونص فهمتيني انت راه شوف غنعطوك جوج ونص جوج ونص شي الطوموبيل هادي جوج ونص انا جبل عندك شي سيلو نعمرك شي دابا
سير صرف فلوسك اصاحبي راه نتكاتبوا. اعطينا فلوس اصاحبي نيشان. الشيك اصاحبي عندنا الشيك اصاحبي احنا راك عارف انت تخدم في بنكا وكذا راه اخبارك. اه يا الشيك اصاحبي انا سير غادي تخلص راك عارف داك الشيء ديال الشيكات. ما كاين لا شيكات لا والو. انت اصاحبي علاش كتشارك فينا هنا دابا؟ راه السير راه السير راه السير. صح حنا ساكنين غير هكا. السير راه شنو نتكاتبوا شنو نتكاتبوا وديك الساعه نعطوك الشيك. فاهمين؟ اصاحبي ما خليتش وليا ما نقولش. هذيك السيره شنو؟ يلاه ركب ركب باش نسيو. ناس الامور بخير مداكين على خير دابا نجبدو لك عرفت معاك الله حق زعما تعطيني جبنا معاك اخويا راه ضروري صعيب ضروري ما كاينش اللي يعطينا فيه شي فلوس ولا ما فيه والو الشيك راه هو كيعرف انا ماشي انا نعطيو الشيك انا هو ما فيه صعيب كونفيونس وي الدراري صحابي الله يسخر اخويا الزين الله يحفظك اخويا الله يسخر ليك الشويك ديالك اخويا الشويك ديالك سير دفعو ما تكونيش بحال هكا اصاحبي خاصو تبقى لا ماشي مشكل ماشي مشكل الشويك ديالك اخويا الله يسخر اخويا الله يحفظك اخويا الله يحفظك فيه شي حاجه بعدين فيه فلوس فيه كلشي زعما عيوني شي حاجه راه غدا شوف غدا سير دفعو اصبع انا غندفعو ان شاء الله سير دفعو كيجاوبش جبتيني لحدا بيه ما صاحبي جبتيني لحدا بيه ما صاحبي الدري يا صاحبي كتصور ليا من الصباح راه باش معنا نتلاقى انا وحدا زعما حدا بيه يلا وصلنا مزيان صونش عليا في الصباح ياك ما جاوبشينيش ما كنتش مخدم التليفون ديالي عند الدري عشاري كنا راك عارف طلع طلع من الماء لا هبط اخوان بارك كيف لاباس عمك شنو بغيت نبدا معاك شنو كدير مع سفيان في الطنوب سفيان هاد الدري عشيري مالو هذاك راه نصاب اش من عشيرك هو راه كنصاب نصاب شويه الدري حمزه ودي شويه الطوموبيل ديالو ودفعتو ليه شيك بدون راسي اش هادشي داكشي كيبقى ديالها غزلان ياك مش كدخلي في هادشي ياك اه اسمح لي الله يعاون هو التيف دانس فين اخو ساخر الله يحفظ اللي عالم بك حاسبك قالوا لي نصبوا عليك دوك الجوج دوك ويا صاحبي سفيان صاحبي ومصطفى نصبوا لي يا صاحبي عطوني شيك ما في لا رصيد لا والو بعث لهم الطوموبيل كتبت لهم سميتهم دابا شتي فيهم وكذا فهمتي ويا صاحبي والله مشكله دابا ما بغيتش دابا نديكلاري مشيت ما لقيتش لا فلوس لا والو صافي رجعت فحال هادي ما عرفتش اش غندير دابا لا نخايب برا واش غدير دابا اخويا نمشي نشوف واحد السيد يوقف معايا اه وسير اخويا سير يلاه سير اخويا الله صافي هذا هكا الباي ديالي بشي دابا لصقهم دابا شنو ديش الطوموبيل شنو هادي شنو كتبقاو ديروا معايا تمام تصاتي علينا صاحبي هذا تصاتي علينا كيفاش تصرتي علينا شنو ما غادي تزحوني فلوس انا ما كنتوش تصرفوني الباي الباي حنا تاخذنا الباي حنا صافي شنو هادي دابا دفعي دابا هادو بابا خلاص صافي صافي سير يا راه السلام عليكم وسي الدين بخير ويسي واحد دقيقة من الوقت والله ما ندوب معاه كيف ما كاين باس واحد طرالي واحد المشكل السيد والدرب ونصب عليا كاش نصب بعث لي واحد الطوموبيل ديالي وتعاملت معاه بالشيك ثقت فيه وداك الشيء وقال لي هاك الشيك راه فيه فلوس وبعث لي الطوموبيل شي جوجونس بحال هكاك وقال لي هاد الشيك صافي انا ثقت فيه ملي مشيت للبنك بغا نصرفو قال لي راه ما كاين لا فلوس الشيك تا هو مزيان علاش ما قال لي راه مشيت للبنك بغا نصرفو قال لي راه والو ما كاين لا فلوس ما عندوش الرصيد اه ما في لا رصيد هاد الشيك عندك اه ما هوش فيه جوج مليون ونص اه والو الرصيد ما عندوش والو مشيت ما بغاش دابا شنو الاجراءات اللي بغيتي تاخذ واش كتعاون معايا في بغيت تاخذ رزقك ولا بغيتي تصيفطي ولا شنو؟ شنو انتاش غدير معايا؟ ما عرفتش انا شنو انتاش غدير؟ شنو هو اللي هو اللي مزيان؟ الله يحفظك تعاون معايا يلاه خلي لي النمره ديالك وانا غادي نعرف وين ديالك. قيد لي النمره.
يا حمزه صافي الله يحفظك باغي بدا ان شاء الله نشوف اش ممكن ان شاء الله يلا بينا الله يحفظك الله يرحم والديك الله يحفظك مرحبا فين ولد عيشة تعطلتي عليا صاحبي نبقى مروح في الدربانة صاحبي في عين موال وصاحبي يلا خليني السلام عليكم. وعليكم السلام. واحد السؤال الله يجزيك. مرحبا. خويا دار كاسكادور. سفيان؟ وي. علاش بغيت شي؟ بغيت على واحد الغرض. ناصب لك تشاف شي شيك ولا شي لعبر اكبر من الصابون. ياك. المهم خويا ندير معاك المزيان انايا. هذاك الشيء اللي بغيت. انت خويا تمشي نيشان. ياك. غتهبط راه تلقى خو وحد الباب. راه يلاه جيت من تما لقيت خو وحد الباب. شكرا. باش تعامل معاه صاحبي ما بقاش معاه من تعامل اصاحبي. ما كاين بس. سير اخويا. انا غنتاخذو معاه. هاني سير طريق السلامة. السلام عليكم. دابا تلقاو كاين الباترون ديالك؟ كاين. كلمي ليا. السلام عليكم. السلام سيدي بخير. انت هو الباترون ديالك؟ اييه. كاسكادور لا؟ اييه. طلع بغيت نهضر معاك في هاد الشكل. ما كاينش. طلع ونهضر. ما كاين ما نخبي عليك خوك صغر منك داخل في واحد المشكل كبير خايت شي طوموبيل فيها خايده بجوج مليون ونص وعاطيك الشيك ديالو بالسميه ديالو كاسكادور سفيان الشيك بدون راسي. لا تدير واحد الدري صاحبي واش ديالها خليها عندي. انت عطات الشيك هذا عطاه لي دابا 3 ايام والسيد باقي ما دفعوش في حسابه. الا مشى دفعو في حسابه راه غيولي مشكل. وانا انا ما جيتش خمس ايام هادي جيت خلصت بالي الشيك ودي اللي كان سولته قال لي الشيك ماشي ديالي ديال مولاه. لا تاع الاسم ديالك. راه سفيان كاسكادور حنا ما بغيناش نتاخذوا مع دابا شي اجراءات. السيد يعطي السيد رزقه مرحبا ما بغيناش راه نتاخذوا مع الاجراءات القانونيه وما تلومناش. انا جيت عندك دابا اخو كبر منه عندك سمعه زوينه في هذه الخدمه هادي ما بغيناش نخسروها لك مع الكبير. بالوك اخويا دار لي الشو انا بالوك انا ما كتبش انت دابا السيد اللي ماشي له رزق شحال كاينه ديال الفلوس؟ جوج المليون ونص 25 الف درهم. شحال في الساعه دابا؟ دابا جوج ونص. دير معايا السته تجي تاخذ الامانه ديالك. كلمه؟ لا غنتصرف انا وياك. صافي صافي مرحبا اخويا مرحبا الشيك جي لي علينا شو ما كاينش شي مشكل ما يديروش معنا شي واحد اخر مرحبا شي واحد اخر يدي مرحبا انت راك ولد الناس مرحبا ما بغيناش شحال ناخذوا مع شي اجراءات وليو نادمين من بعد وادي هذا هو اللي كاين مرحبا سيدي يلا الله ليا براسك مع السته ان شاء الله نرجع ان شاء الله الله يحفظك بارك الله شكرا جزيلا شكرا. السلام عليكم كي داير سيدي بخير عرفتيني ياك انا هو السيد اللي درنا مع موعد مع الساعه قبل الشيك واخا سيدي انا قدام المحل ديال عندك يلا يلا سيدي سلام. السلام عليكم. السلام. كي داير بخير هاني مبروك الخيرات اخويا خلينا وعليك هاني الامان اخويا هاني راه حسب رزقك اخويا شد من ونص انا راه هو حسب رزقك هات اخويا هاتشي قولي اخر مره باقي تعامل بالشيكات اخر مره باقي تعامل بها انا غادي نوريك سمعتيني انا غادي نعرف اش غندير لي سير باش انا على وجهك خويا الله يبارك فيك ومرحبا بك اخويا اي وقت بارك الله فيك خويا ديك الطوموبيل اللي باع لنا كاسكادو ما خويا راه خلعاتني انا بانت لي مشفوره ديك الطوموبيل والله حتى الثمن ديالها 10000 باش باع لنا 10000 درهم طوموبيل غالي راك عارف 100% تقول غير اخويا مابقاش قاد نهز انا نكذب عليك خاصنا نعيطوا لي باش يجي عندنا ونسري حاجه الطوموبيل راه مشفوره هادشي اللي سمعت انا حاجه ديال المشاكل ما عندنا ما نديرو غير انت راك عارف اخويا الثمن اصلا باش باع لنا راه بالك شي ماشي هو هذا الخدومه هادشي الهضره اللي سمعت الطوموبيل راه مشفور بالي غنمشيو الحبيب بيت اخويا عرفتش باش اش بان لك نعيطوا ليه عيطوا ليه عيطوا ليه الو خويا كاسكادو وفين راك اخويا جي جي عندي دابا بغيتك ضروري يا الله خويا اوجي
دابا واش كاين ما تخوك ما فين بيت اخوك واش اخوك شي دار شي ما تخوك بيع لي طوموبيل مشفوره اسمعني نقول لك اخويا انا داير عليه بالبال اخويا راك قلب عليا الدنيا مروبله عليا انا خويا اخويا انا مخلط الجيب ما خاونه باش رزقنا مشى دابا ولا شنو وما شغليش اخويا انا المهم انا اخويا انا داير عليه بالبال دبروا راسكم اخويا شوش ديروا الطوموبيل المهم اخويا الله يعاون خويا زكريا عيط الله يعاونك دابا شنو راه قالها مشي دابا شنو كنشبوا ممكن غنديكم سكيتي يا زكريا واش وصلنا حنا لهادشي كامل سكيتي دابا انا راه قالها تسلف صاحبي وعطيها صاحبي ما كنعرفوش انا هو كنعرف انت زكريا الو السلام عليكم خويا حمزه فينك بخير جي عندي انا ورا العماله راني قضيت لك الغرض يلا جي عندي 5 دقائق يلا الله يعاونك يلا السلام عليكم بخير الصحة بخير الله يحفظك الصحة بخير المهم راه مشيت عند واحد الله يرحم الوالدين الله يحشي مشي الله يحفظك الله يرحم لك الوالدين يلاه الدنيا I'm going to go to the hospital.